أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم بروجكت مانجمنت، إدارة المشاريع وتطوير المنتجات وتسويقها. فتكلمنا في الدرس الماضي عن الأبروتش والمنهجية الخاصة بلين، وبينا كيف أن تلك المنهجية تعنى بتقليل الهدر والعمل على استثمار الموارد بأكبر شكل ممكن. وبينا أيضا كيف أنه نستطيع القيام بضم إليها إحدى التقنيات والميثودولوجي، وذلك من أجل القيام بتحسينها. فهذه التقنيات تعنى بالكواليتي والجودة، والتي من أشهرها سيج سيجما. لذا في هذا الدرس سوف نقوم بالتركيز على هذه الميثودولوجي، ونبين ما هي تفاصيلها وكيف نستطيع القيام بتطبيقها. فبالنسبة لسيكس سيجما، فعليا هي مجموعة من التقنيات والأدوات التي تعنى بتطوير الإنتاج، وتم تطويرها وتقديمها أولا من قبل المهندس الأمريكي بيل سميث، وذلك ضمن عمله في شركة موتورولا في ثمانينيات القرن الماضي. وسيكس سيجما فعليا كما قلنا وأسلفنا هي Quality Improvement Methodology، أي هذه الخوارزمية أو المنهجية تعنى بالتطوير الخاص بالجودة إلى جانب معالجة المشاكل والأخطاء والعيوب الحالية الموجودة في السيستم والعمل على إصلاحها. فمن أهم أهداف هذه الميثودولوجي هو التركيز على مشاكل الإنتاج. مثلا إذا كان لدينا معمل معين ويقوم بإنتاج البسكويت، فإذا كانت المبيعات الخاصة بهذا المعمل تقل شيئا فشيئا، يعني ذلك أن هناك مشاكل، بالإضافة إلى حل مشكلة الوقت وضياعه، وذلك من خلال استثمار هذه الأوقات بأشكال مختلفة في الإنتاج والتطوير، فضلا عن القيام بتحسين عملية الإنتاج من خلال إضافة الميزات الجديدة. فعلى سبيل المثال نقوم بإضافة لوجو جديد أو ديزاين مختلف لهذه البسكويت، مما يعزز الإنتاج ويطوره. وأيضا سيكس سيجما تهدف إلى معالجة المشاكل الحالية الموجودة في المعمل، مثلا منها مثلا إذا كان التغليف الخاص بهذه البسكويت غير مثالي ولديه بعض العيوب، فعلينا القيام بالإصلاح وما إلى ذلك. فبالنسبة لهذه الميثودولوجي لدينا فرعان أساسيان نستطيع القيام بالاعتماد عليهما عندما نقوم بالتطوير. مثلا لدينا DMAIC أو DMADV. الفرق بينهما بالنسبة للطريقة الأولى اختصارات لـ Define, Measure, Analyze, Improve و Control. بالنسبة للـ Define ففعليا نقوم بتعريف المشاكل الحالية وأيضا تحديد متطلبات العميل، فضلا عن السعي للوصول إلى سبل التطوير، ونقوم بالعمل على هذه على التوازي. فنقوم باستثمار الأوقات وإيجاد النقط المشتركة والمتشابهة بين هذه الخطوات الثلاث، من ثم نقوم بالانتقال إلى المجر، والتي من خلالها نقوم بالقياس ومعالجة الوضع الراهن وتقييمه نسبة للمعطيات الحالية، ثم نقوم بالانتقال إلى Analyze التحليل، والذي نقوم من خلاله بتحليل الحالة نسبة إلى عملية القياس، وبناء على ذلك نقوم بتعريف المشكلة والإحاطة بها. فنرى هنا كيف أن هذه الخطوات مكملة لبعضها الآخر، وبعدها نقوم بالانتقال إلى Improve، والذي من خلاله نقوم بالنظر كيف نستطيع القيام بالتحسين ومعالجة هذه المشاكل والتخلص منها، وذلك بأفضل طريقة ممكنة وبأكثر طريقة فعالة. وأخيرا نقوم بالذهاب إلى الكنترول التحكم، والذي من خلاله مثلا أن نقوم بتحديد جدول زمني معين للتحكم بهذه الخطوات وسعي القيام بتطبيقها مستثمر الأوقات بأكبر شكل ممكن. أما إذا قمنا بالانتقال إلى الطرف الآخر وهو DMADV، وأيضا يسمى DFSS، وهو يعبر عن Design for Six Sigma، أي فعليا هذه الطريقة تستخدم في حال أردنا القيام بإضافة عنصر جديد وعنصر إبداعي إلى المنتجات. فهنا لدينا خطوات متشابهة مثل Define و Measure و Analyze، القيام بالتعريف والقيام بالقياس والقيام بالتحليل. فمثلا عند التعريف نقوم بجمع المعلومات، وأيضا نقوم بالنظر إلى متطلبات العميل فضلا عن التاريخ الخاص بهذه المنتجات، مما يعطينا فكرة ورؤية عن كيفية القيام بالتطوير وتعريف منتجات جديدة. من ثم في المجر نقوم بإسقاط هذه المتطلبات وتحويلها إلى مهام، ونرى كيف نستطيع القيام بإنجازها وذلك بأفضل طريقة ممكنة. من ثم الأنالايز، نقوم هنا بتحليل عملية الإنتاج والقيام برؤية الأثر وكيف نستطيع القيام بتجنب أي أخطاء موجودة مسبقا. وبعدها نقوم بالانتقال إلى الديزاين، والذي من خلاله نقوم برؤية الريفيو والفيدباك الخاص بفريق التصميم، وما إذا كان هناك تساؤلات أو جوانب للتطوير والتحسين. وبعدها Verify، فهنا نقوم باختبار المنتج ورؤية ما إذا كان هناك استحسان من قبل العملاء، وإذا كانت هذه الميزة المضافة جديدا ميزة قوبلت بالثناء والإطراء. إذا على هذا الأساس نقوم بتعيين أي من هذه الميثودولوجيز وأي من هذه الخوارزميات نقوم باستخدامه واستهدافه. هناك تشابه بينهما، ولكن كما قلنا بالنسبة إلى DMADV نقوم باستخدامها، وذلك في حال أردنا القيام بإضافة منتجات جديدة
وإضافة أفكار إبداعية. وديم أي أي سي نقوم باستخدامها للتحكم بعملية التطوير وضمان الجودة بشكل مستمر. وكما قلنا في الدرس الماضي، نستطيع القيام بتضمين سيكس سيجما مع المنهجية الخاصة بلين، فيصبح لدينا لين سيكس سيجما. فعلى هذا الأساس نضمن أنه ليس لدينا هدر، فنقوم باستثمار الموارد بأقصى شكل ممكن، ولكن في المقابل أيضا نسعى للقيام بضمان الجودة والقيام بالتخلص من أي أخطاء موجودة وإضافة عناصر إبداعية تجذب العملاء وجميع المعنيين بهذه المنتجات. فعلى هذا الأساس نستطيع القيام بالتسويق لمنتجاتنا والقيام بالتطوير المستمر عليها نسبة لهذه الخطوات التي رأيناها سابقا. فهذه فكرة عامة عن سيكس سيجما وكيف نستطيع القيام بتطبيقها. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس التالي. سلام.